يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. النهاردة آخر حلقات عام 2019، بكرة طبعا عام جديد 2020. كل عام وحضراتكم بخير، وإن شاء الله يكون أو تكون سنة سعيدة على كل الأهلوية وعلى مصرنا طبعا الحبيبة بكل تأكيد، ده الأهم في كل الأحوال. وإن شاء الله تكون سنة مليئة بالعديد والعديد من المناسبات السعيدة بالنسبة للمصريين كلهم وللأهلوية بالتحديد على وجه الخصوص. خلينا نقول لحضراتكم ان الضيف النهارده في الجزء الثاني من حلقه كلام في الميديا هيكون الاستاذ احمد عبد الجواد، الناقد الرياضي بجريده الكره والملاعب. هنتكلم معاه في بعض الامور. عندي حديث مهم جدا عن عام مضى في تاريخ النادي الاهلي، هو عام 2019. هنتكلم فيه بتفاصيل وبعض الارقام المهمه جدا، بس بعد ما نشوف اهم وابرز عناوين حلقه النهارده. يلا بينا. الاهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهه المقصه بالدوري غدا. فايلر يعلن قائمة اللاعبين للقاء والفريق يدخل معسكرا مغلقا الليلة. عبد الحفيظ، مواجهة المقصة ستكون صعبة بسبب ضغط المباريات. سعد سمير يطير لألمانيا لإجراء جراحة واتر أكيلس. شوقي غريب وعلاء عبد العزيز يحضران قرعة أولمبياد طوكيو. الديلي ميل تختار صلاح ضمن قائمة أنجح صفقات الدوري الإنجليزي بالعقد الأخير. إذن إحنا دلوقتي في آخر ساعات عام التحدي والإرادة بالنسبة للنادي الأهلي. أو فعلا هو عام التحدي والإرادة. ليه؟ لأن إحنا مرينا أو النادي مر على مدار السنة اللي فاتت دي كلها 2019 بظروف كانت صعبة جدا، ولازم نفتكر الأحداث دي، ولازم نفتكر إزاي يتعامل النادي الأهلي مع كل الظروف اللي واجهته سواء داخل الملعب أو خارج الملعب. أكيد حضراتكم طبعا مش ناسين حاجة زي دي. 2019 الأهلي قدر أنه يحقق لقبين فقط، بطولة الدوري وهي الأصعب في تاريخ النادي الأهلي، وبطولة السوبر المحلي بعد الفوز على نادي الزمالك. وما كانش فيه توفيق طبعا في بطولة دوري أبطال أفريقيا خالص، بطولة كأس مصر كذلك. لكن في كل الأحوال هو كان عام صعب جدا. لازم نتكلم في الجزئية دي لأن احنا عارفين اللي حصل بالضبط مع النادي الأهلي في هذا العام. بداية من بعض المشاكل اللي واجهت النادي الأهلي سواء داخل الملعب أو خارج الملعب، التحالفات اللي كانت موجوده طبعا مع احترامنا وتقديرنا للجميع، يعني ما فيش اي مشكله، يعني بيحصل الحاجات دي بتحصل والامور بترجع كويسه. لكن في كل الاحوال كان في صعوبات حقيقيه، في مشاكل كتير واجهها النادي الاهلي. لكن بالتحديد كيفيه تعامل اداره النادي الاهلي وقوه شخصيتها مع كل هذه الازمات، ورغم كل الصعوبات اللي مر بها النادي الاهلي في بطوله الدوري السنه دي او في عام 2019، قدر في الاخر الفريق ان هو ياخد البطوله. كل الناس تحالفت ضد النادي الاهلي، الكل حاول ان هو ياخد بطوله الدوري بطرق مشروعه وغير مشروعه من النادي الاهلي. مواقف كتير جدا وقف فيها مجلس اداره النادي، وتحديات مهمه جدا، كان في قرارات صعبه كمان قدام مجلس الاداره ونجح فيها نجاح كبير عشان نبقى بنتكلم بصراحه. في كل الاحوال في النهايه ايه؟ في النهايه لا صح الا الصحيح. النادي الاهلي دايما بياخد خطواته الصحيحه، ودايما بيشتغل على نفسه ويطور من امكانياته سواء على الصعيد الاداري، على الصعيد اللاعبين، وده حصل فعلا، على الصعيد الطبي كمان، وده حصل في 2019. امور كثيره جدا نجح فيها النادي الاهلي هذا الموسم، بخلاف طبعا عدم التوفيق اللي واجه النادي في اهم بطوله برضه عشان متفقين مع حضراتكم، هي بطوله دوري ابطال افريقيا في 2019. للاسف خرجنا منها بشكل يعتبر مبكر شويه، بعد ما كنا وصلنا سنتين ورا بعض بننافس على البطوله حتى المباراه النهائيه، لكن ايضا لاسباب عديده الاهلي خسرها. لكن في كل الاحوال احنا بنتمنى عام جديد من الانتصارات، من المناسبات السعيده بالنسبه لجمهور النادي الاهلي في كل مكان، من خلال طبعا البطولات المختلفه، ده مؤكد. وبرده اهم بطوله هي بطوله دوري ابطال افريقيا، منتظرينها ونتمنى ان هي تيجي لنا السنه دي بالعزيمه والاراده والاصرار الموجود عند المسؤولين في النادي الاهلي، اللي موجود عند الجهاز الفني المميز خلال الفتره الحاليه، واللي اكيد موجود ومتوفر عند لاعبي النادي الاهلي المميزين، وخصوصا ان الاهلي عنده قائمه رائعه جدا من اللاعبين تقدر
تقدر ان هي تجيب بطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي في عام 2020 باذن الله. في كل الاحوال نتمنى ان هو يكون عام سعيد على الجميع. خليني اقول لحضراتكم سؤال حلقه النهارده ومستنيين تواصل حضراتكم معانا على صفحات القناه المختلفه سواء فيسبوك تويتر وانستجرام. من وجهه نظر حضراتكم في 2019 ايه هي اهم مباراه للنادي الاهلي في العام ده، واهم هدف ما تقدرش تنساه للنادي الاهلي في هذا العام عام 2019؟ هنتواصل ونشوف ردود افعال حضراتكم من خلال صفحات القناه المختلفه على فيسبوك تويتر وانستجرام على مدار حلقتنا النهارده. خلينا ناخد بعض الارقام الخاصه بحصاد 2019 بالنسبه للنادي الاهلي وفيما يتعلق بعدد المباريات اللي خاضها النادي الاهلي في 2019. 48 مباراه لعبها النادي، كسب 38، اتعادل 3، خسر 7 مرات، واجه النادي الاهلي 28 فريق، اكتر الفرق اللي واجهها سموحه والزمالك وبيراميدز كل فريق 3 مرات. عدد الاهداف المسجله للنادي الاهلي في 2019 ايضا ان هو يسجل 102 هدف، عدد كويس بالمناسبه، واستقبل 26 هدف فقط، ايضا عدد كويس. عدد الكلين شيت 28، يعني 28 مباراه ما دخلش في مرمى النادي الاهلي اهداف، ده طبعا بخصوص حارس جيد عندنا في النادي الاهلي او الحراس بشكل عام، لان في بعض المباريات لعبهم حراس شريف اكرامي وايضا علي لطفي الشناوي لوحده عامل 24 كلين شيت، وده امر مميز جدا في الحقيقه لمحمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي. هداف العام تتخيلوا مين هو هداف العام؟ حسين الشحات اللي كان عليه كلام كتير قوي وضجه كبيره جدا، وحسين الشحات والاهلي دفع فلوس كتير على الفاضي، والاهلي اشترى لعيب مش هيضيف له، كلام كتير قوي زي ما حضراتكم تابعته يعني. لكن حسين الشحات جايب 14 هدف، هو هداف النادي الاهلي في 2019، فده امر جيد جدا برضه في الحقيقه. علي معلول طبعا هو صاحب اكتر عدد من صناعه الاهداف، 13 هدف قدر يساهم فيهم علي معلول او يصنع 13 هدف، ده امر مميز جدا، وهو من افضل اللاعبين في افريقيا في الحقيقه نجم النادي الاهلي علي معلول. ركز بقى معايا في الاحصائيه دي، اللاعب الاكثر مشاركه مع النادي الاهلي مين؟ هما اتنين لعبوا 43 مباراه، مين هما؟ عمرو السوليه، تمام، طبعا ما شاء الله عليه لعيب مميز جدا، واللاعب الثاني ايمن اشرف اللي البعض بينتقده بشكل كبير، واحنا طبعا مش بنعترض على الانتقادات، كل واحد حقه ينتقد وكل شيء، لكن الارقام دايما بتتكلم في بعض الاحيان، يعني واحد زي ايمن اشرف ده الناس بتهاجمه في بعض الاحيان بشكل كبير جدا. الاهلي كان عنده 3 مدربين في 2019، بدايه مستر لاسارتي في شهر 1، مرورا بالكابتن محمد يوسف اللي اكيد بنشكره كل الشكر والتحيه والتقدير ليه على مشواره العظيم مع النادي الاهلي، ونهايه بمستر ريني فايلر. في الثلاث مع الثلاث مدربين لاعب ايمن اشرف لاعب النادي الاهلي، وركيزه اساسيه من ركائز النادي الاهلي في الحقيقه، فده بيعكس مدى اهميه هذا اللاعب عند المدربين بمختلف جنسياتهم واهميه الاستعانه به، وده امر مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وواضح من الارقام كده يعني. ايمن اشرف عمرو السوليه 43 مباراه، عدد كبير جدا من المباريات من اصل 48 مباراه، يعني تقريبا لعبوا كل المباريات، يعني تخطوا 90% من عدد المباريات. طيب اكبر فوز للاهلي كان 9-0 امام فريق اطلع بره، عدد مسجلي الاهداف الاهلي 20 لاعب، الحارس اكثر تحقيقا للكلين شيت دي اتكلمنا فيها محمد الشناوي، وعدد الهاتريك 2 لعيبه جابوا هاتريك في السنه دي، حسين الشحات ووليد سليمان. فدي بعض الاحصائيات الخاصه بالنادي الاهلي. لكن فيما يتعلق بالصفقات، الاهلي نجح في 2019 ان هو يجيب 10 صفقات، 10 صفقات كلهم مهمين جدا، في اطار ايه؟ في اطار سعي الاداره لبناء فريق قوي مليء باللاعبين المميزين علشان يقدر يجيب البطولات المختلفه، وده فعلا حصل، والخطه ابتدت من شهر يناير وبتستكمل حتى الان، طبعا بتستكمل حتى الان، لان الاهلي دايما او اي فريق كبير بيستهدف اللاعبين المميزين عشان يدعم بيهم فريقه ويقدر ان هو ينافس على الالقاب. دي سياسه مهمه عند النادي الاهلي، بالاضافه طبعا للعناصر اللي ممكن تطلع لك من قطاع الناشئين، وبالمناسبه احنا عندنا في النادي الاهلي دلوقتي كم كبير جدا من اللاعبين اللي هم اصلا نتاج قطاع الناشئين، حتى لو ما طلعوش مباشره من قطاع الناشئين
للفريق الاول؟ لا، هم ممكن يكونوا خرجوا بعضهم، يعني مش كلهم، ممكن يكون خرج بره ورجع النادي الاهلي. امثله كتير جدا، مش عايز اقول اسماء لان ممكن ننسى بعضهم يعني. لكن لما تيجي تبص على قوام الفريق دلوقتي هتلاقي ان معظمه فعلا من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، اللي بيتسم دايما دايما بالشخصيه اللي لازم يكتسبها اللاعب في القطاع عشان بتاثر عليه بالشكل الايجابي دايما مع الفرق المختلفه اللي بيلعب فيها، واهم فريق طبعا فريق النادي الاهلي. فده امر مميز جدا. لكن 10 صفقات الاهلي جابهم بدايه من شهر يناير، الاهلي نجح انه يجيب مين؟ نجح انه يجيب حسين الشحات، احد ابرز الصفقات بالنسبه للنادي الاهلي، والدليل ان هو هداف الاهلي هذا الموسم او هذا العام. ايضا جاب حمدي فتحي. حمدي فتحي الاهلي يعني متاثر جدا اكيد بغيابه، مش بتكلم على المستوى الفني لان عندنا لاعبين بيعوضوا في الحقيقه يعني، لكن هو لعيب بقيمه كبيره، ما نقدرش نختلف على الجزئيه دي، لعيب مهم جدا حمدي فتحي. من ضمن اللاعبين المهمين كمان محمود وحيد او محمد محمود، محمد محمود الاهلي جابه من وادي دجله، للاسف الاهلي ما استفادش بيه لحد دلوقتي بسبب الاصابات، حظه وحش، لكن لعيب عنده مقومات ممتازه ممتازه، واكيد اكيد الاهلي هيستفاد منه باذن الله بعد ما يرجع بالسلامه من اصابه الرباط الصليبي. جاله في السنه دي اوحش سنه اكيد لمحمد محمود في الحقيقه يعني في حياته كلها للاسف، لكن ان شاء الله يرجع سليم. ياسر ابراهيم من المدافعين المميزين جدا، والاهلي جابه من سموحه. محمود وحيد زي ما قلت لحضراتكم ايضا من اللاعبين المميزين، الاهلي جابهم من المقصه، ولاعب واضح من خلال المباريات اللي لعبها مع النادي الاهلي ان هو ظهير ايسر محترم بقدرات فنيه رائعه في الحقيقه، وبينافس طبعا علي معلول وايمن اشرف وحسين السيد المتواجد حتى الان في النادي الاهلي، بالاضافه لجيرالدو اللاعب الانجولي اللي الاهلي جابه وتعاقد معاه من اول اغسطس الانجولي، ومن اهم اللاعبين ايضا رمضان صبحي. رمضان صبحي قدر ان هو يضيف للنادي الاهلي بالجانب الفني بشكل كبير جدا، ومن اهم الصفقات. جه طبعا اعاره، فاعاره ثانيه اتمددت له في الصيف، لكن لعيب وابن من ابناء النادي الاهلي رمضان صبحي، فتواجده اكيد كان شيء مهم. كانوا 7 لاعبين بالنسبه للفريق وبالنسبه للنادي الاهلي قدر ان هو يتعاقد معاهم في شهر يناير 2019. جينا في الصيف الاهلي دعم في اطار محدود عشان يكمل البناء اللي هو ابتداه في شهر يناير. من خلال مين؟ من خلال اليو ديانج. مفيش دلوقتي حد بيختلف على الامكانيات وقدرات اليو ديانج، لعيب كبير قوي ومميز جدا. محمود متولي مدافع قوي وهيضيف للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، هو اتصاب الفتره اللي فاتت بسبب الاصابه اللي جات في ماتش الزمالك في السوبر، وتقريبا هو لعب ماتشين ولا حاجه بس، لكن اكيد نزل المباراه الاخيره امام بلاتينيوم، وان شاء الله يكون عنصر مهم جدا خلال الفتره الجايه. بالنسبه كمان لقفشه لعيب مهم قوي، انتوا واخدين بالكم من الاسماء اللي الاهلي اتعاقد معاها؟ اسماء مهمه مهمه جدا واثرت في الشكل الفني بالنسبه للفريق. محمد مجدي قفشه الاهلي قدر ان هو يجيبه من بيراميدز، بالاضافه لتجديد اعاره رمضان صبحي. اخر هذه الصفقات رغم اللي هيتم قيده في شهر يناير هو محمود عبد المنعم كهربا، وصفقه بقيمه فنيه كبيره لا تقل عن كل اللاعبين اللي جم النادي الاهلي على مدار 2019. التعاقد تم في 2019 من اسابيع قليله في شهر 12، و هيتم تفعيل التعاقد ان شاء الله بدايه من شهر يناير، فهو يعتبر من اللاعبين اللي جم في شهر 12 يعني، لكن اول مباراته هتبقى في العام الجديد باذن الله. ربما ربما تبقى مباراه مصر المقاصه بكره، هنشوف طبقا للاجراءات ممكن تنتهي امتى بخصوص كهرباء. لكن شغل كبير جدا بيقوم بيه المسؤولين في النادي الاهلي بخصوص الفريق الاول. طبعا في احصائيات اخرى بتتعلق بكل الفرق في النشاط الرياضي في النادي الاهلي، لكن طبعا في برنامج مثلا العاب السلطات هو متخصص في جزئيه الالعاب الاخرى، هيقول لحضراتكم اكيد كل هذه الاحصاءات ان لم يكن قالها امبارح يعني. ف امر مهم جدا وشغل جيد جدا قام به النادي الاهلي هذا الموسم. لكن في النهايه واحنا بنتكلم عن اصعب مواسم النادي الاهلي في تاريخه، او اصعب عام في تاريخ النادي الاهلي هو عام 2019 بسبب التحديات الكبيره. من ضمن التحديات دخول النادي الاهلي في بعض الصراعات غصب عنه. زي ايه؟ لو تفتكروا في 2019 قبل بطوله الامم الافريقيه اللي كانت في مصر بتاعت الكبار اللي خرجنا فيها من دور ال 16 دي، كان الاهلي عايز ايه؟ الاهلي كان عايز يخلص الدوري قبل البطوله. ليه ساعتها؟ عشان يحافظ على مبدا تكافؤ الفرص لكل الفرق مش للاهلي بس. لكن للاسف زي ما حضراتكم فاكرين طبعا تم مجامله احد الفرق الاخرى، او يعني اللي حصل يعني قال لك لا مش هينفع نلعب البطوله بعد، لان كان في مجاملات بصراحه، كان في الاتحاد السابق بعض الاشخاص في الاتحاد السابق عشان ما عممش يعني اتحاد الكره المصري. فبالتالي كان واضح جدا ان الموقف اللي كان واخده النادي الاهلي هو الصحيح وهو اللي كان في صالح الكره المصريه.
جه قال لك لا احنا هنلعب بعد بطوله الامم الافريقيه، واصل في لعيبه مش عارف ايه اتصابت، واصل في لعيبه ايه، واتضح ان في الاخر ايا كان حد اتصاب في فرق تانية ما اتصابش، الاهلي بياخد البطوله في الاخر. ان دي حقيقه من خلال مجهود وتعب. منافسه طبعا كانت قويه ومحترمه داخل الملعب في مع بعض الفرق سواء الزمالك او بيراميدز في السنه دي، لكن المواقف بتفضل او بتخلد في التاريخ، لما خصوصا لما تكون مواقف في صالح الكره والرياضه المصريه. للاسف النادي الاهلي كان بياخد وبيسلك الطريق الصحيح، لكن البعض الاخر كان بيختار الطريق الخطا، لان الطريق ده هو اللي ادى لخروج المنتخب المصري من بطوله الامم الافريقيه بشكل مغزي من دور ال 16 بسبب توقف بطوله الدوري، بسبب ما كانش فيه مباريات والامر كان واضح يعني في الحقيقه. وللاسف الموقف بيتكرر برضو مع نهايه 2019 ساعه لما تم تاجيل مباراه الاهلي والزمالك واثرت على المنتخب الاول برضو في تصفيات الامم الافريقيه، تعادل مع كينيا وجزر القمر. وده كان بناء طبعا على كلام المدير الفني اللي قال لك ساعتها ايه، المدير الفني كابتن حسام بدري قال لك ايه، قال لك انا تاثرت بغياب البطوله بطوله الدوري، ما كانش في ماتشات، فبالتالي اللاعبين متاثرين مش في الفورمه. فدايما لما الاهلي بياخد قرار، واحنا مش بنقول كده عشان احنا في قناه الاهلي يعني، لا دي حقيقه والله، لما تيجي تفكر فيها كده هتلاقي ان الاهلي بياخد القرار الصح في معظم الاوقات، لان وارد بالمناسبه وارد، مش عايز افخم قوي في النادي الاهلي، ان النادي الاهلي طبعا هو بالنسبه لنا النادي الاهلي ده كل حاجه، النادي الاهلي ده اكبر حاجه بالنسبه لنا في كره القدم طبعا. تيجي مصر النادي الاهلي بالنسبه لنا او بالنسبه لجمهور النادي الاهلي يعني. لكن وارد ان انت تاخد اخطاء تكون موفق فيها، او تاخد قرارات تكون موفق فيها وقرارات ما تكونش موفق فيها، فده بيحصل في اي مؤسسه في الدنيا، لكن دايما الايام هي اللي بتثبت مدى صحه قراراتك او خطا قراراتك. فده كان شيء واضح جدا خلال عام 2019 بالنسبه للنادي الاهلي، عام الاراده والتحدي بالنسبه للفريق، والتحدي كان الابرز في الحقيقه، رغم ان بطوله دوري ابطال افريقيا هي كانت الاهم، لكن التحدي الابرز كان بطوله الدوري العام في ظل منافسه احنا كنا مفتقدينها في الدوري المصري، ما كانش متعود النادي الاهلي ان يكون في منافسه من ناديين كبار ومحترمين جدا، ناديي الزمالك، نادي بجماهيريه كبيره طبعا ما فيش حد يقدر يختلف، وبامكانيات كبيره، ودعم صفوفه بلاعبين كبار جدا ومبالغ ماديه قد كده، وايضا بيراميدز كذلك، وفي النهايه قدر النادي الاهلي ان هو ياخد الدوري بتحدي واصرار وتدعيم الفريق برضه وقرارات النادي، فده امر كان مهم، كان لازم ان احنا نفكر حضراتكم بابرز الاحداث في عام 2019 اللي على وشك النهايه. عندنا بقى عام 2020 الامل فيه واهم حاجه فيه باذن الله هي بطوله دوري ابطال افريقيا، باذن الله ماشيين فيها بشكل جيد، الاهلي هيسعى بكل قوه للفوز بهذا اللقب من خلال جهاز فني محترم جيد جدا، مستر فايلر ومعاونيه، لاعبين مميزين جدا بالاضافه للي هيتم التعاقد معاهم او اللي تم التعاقد معاه مثلا كهربا واللاعب الجديد اللي هيجي، فكلها عوامل باذن الله باذن الله تساعد النادي الاهلي على حصد هذا اللقب هذا الموسم، مستنيين بس التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يكون موجود وحليف النادي الاهلي. دي بعض الامور الخاصه بعام 2019، كل عام وحضراتكم بخير، وان شاء الله باذن الله يكون عام سعيد على كل الاهلاويه، وبالطبع يكون سعيد على كل المصريين، ده شيء اهم بكل تاكيد. مباراه بكره، الاهلي عنده مباراه بكره مهمه جدا في بدايه العام 2020، مع مين؟ مع مصر المقاصه، مباراه غايه في الاهميه جدا بالنسبه للفريق. ليه؟ لان احنا بننافس على بطوله الدوري ماشيين فيها بشكل جيد جدا، 8 انتصارات متتاليه، الاهلي بيسعى للوصول رقم 9 من حيث الانتصارات المتتاليه في بطوله الدوري باداء كان مميز ونتائج رائعه وعدد اهداف غزير في الحقيقه يعني. فبالتالي خلينا نطمن حضراتكم بخصوص الفريق واستعداداته للمباراه بكره ان شاء الله. الفريق هيدخل معسكر مغلق استعدادا لهذه المباراه النهارده، مش بكره طبعا لان المباراه بكره، فبالتالي المران ابتدى في تمام الساعه 4 عصرا، وفي الاستعدادات والرتوش الاخيره اللي بيضعها مستر ريني فايلر على الفريق وعلى القائمه اللي هيتم الاعلان عنها خلال دقائق او ربما ساعه بالكثير من الان يتم الاعلان عن قائمه النادي الاهلي. كابتن سعد عبد الحفيظ ليه بعض التصريحات المهمه، وقال ان احنا عندنا كل المباريات صعبه
ونتطلع دايما للفوز، وده الهدف الرئيسي بالنسبه للنادي الاهلي، هي ثقافه النادي كده طبيعي يعني. وبيقول ان احنا المباريات كلها بالنسبه لنا ما فيش مباراه اسهل من الثانيه، كل المباريات صعبه وبناخدها بمنتهى الجديه. وتوالي المباريات ده التحدي اللي احنا بنمر بيه، لان احنا عندنا مباريات كتير جدا على الصعيد المحلي والافريقي، واحنا مضطرين ان احنا نتعامل مع هذا التحدي وبنحاول ان احنا نتغلب عليه، بخلاف طبعا الاصابات اللي لحقت ببعض اللاعبين. كمان قال كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ان الجهاز الفني بقياده السويسري ريني فايلر عنده تركيز كبير جدا في مباراه المقصه للاستمرار في صداره جدول المسابقه واللي احنا ماشيين فيها بشكل جيد. كابتن سيد عبد الحفيظ كمان شدد على ان كل مواجهات الاهلي هذا الموسم لن تكون سهله، وكل الفرق دائما هدف وكل ولكن الفريق دائما هدفه الفوز سواء محليا او افريقيا. من ضمن الاخبار كمان فيما يتعلق بسعد سمير، سعد سمير خلاص سافر النهارده الصبح، والجراحه هتبقى بكره مع الطبيب الالماني فولتر، وده متخصص جراحات وتر اكيلس، وان شاء الله نتمنى لسعد كل السلامه والعوده سريعا للملاعب. لعيب كبير ومهم طبعا في خط دفاع النادي الاهلي، ربنا يشفيه ويعافيه باذن الله تعالى. كابتن سيد عبد الحفيظ كمان تطرق لموقف اجاييه من مباراه المقصه، قال ان اللاعب ما عندوش مزق ولا حاجه في العضله الخلفيه، هو عباره عن شد او اجهاد قوي في العضله الخلفيه، فالامور هتتضح اكتر من خلال مران النهارده، لكن النسب بصراحه اكبر ان جونيور اجاييه مش هيكون في مباراه بكره باذن الله امام المقصه. نفس الحال بالنسبه لاكرامي، عنده فحص طبي على هامش المران النهارده بسبب اصابه السمانه، واحنا عارفين اكرامي خلال الكام يوم اللي فاتوا كده عانى من اصابه اجهاد في عضله السمانه، وبالتالي ما بيشاركش في التدريبات الجماعيه وبيكتفي بعض الجلسات في الجيم. ال 48 ساعه اللي فاتت كانت هذه التدريبات الخاصه باللاعب شريف اكرامي، تدريبات بدنيه وتاهيليه. هيتضح بعد الفحص مدى امكانيه الاستعانه بشريف اكرامي في مباراه الغد، رغم ان ده هيكون صعب شويه يعني في القايمه يعني، او على اقل تقدير مدى انضمامه للتدريبات الجماعيه عقب هذه المباراه مدى الامكانيه يعني. فهنشوف الامور بالنسبه لشريف اكرامي هتكون ازاي. فيما يتعلق بحسين الشحات، لسه برضه عنده فحص طبي وبيعاني من اجهاد كده في العضله الضمه، للاسف حسين الشحات اصابات حظنا للاسف فيها سيء جدا يعني، لكن برضه الفحص الطبي النهارده هيوضح مدى امكانيه الاستعانه بحسين الشحات في مباراه الغد ولا لا في الجوله ال 11 امام مصر المقصه. المباراه طبعا زي ما حضراتكم عارفين هتكون الساعه 7:30 مساء على ملعب السلام. خليني اقرب من الصوره بشكل اكبر، اروح لزميلنا العزيز المميز شريف شعبان من رئيس القناه الاهلي. يا شريف مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وعام سعيد عليك كده وعلى كل مشاهدينا، ويا رب باذن الله يكون العام الجديد كله انتصارات كله بطولات كله افراح ليك وللمشاهدين وللنادي الاهلي بإذن. امين امين يا رب العالمين. شريف طمنا على اخبار الفريق واستعداداته لمباراه بكره باذن الله. خليني اقول لك ان التمرين بدا في الخامسه مساء مش الرابعه مساء، لاني فايلر وباقر جهاز كانوا حريصين يتفرجوا على فيديو مجمع لبعض مباريات فريق المقصه، يمكن ده اللي اخر التمرين حوالي ساعه، ويمكن مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ كان حريص ان النهارده التمرين يكون مغلق لجميع الاعلاميين، فطبعا لازم نحترم قرار مدير الكره. فطبعا النهارده الستائر اللي كانت موجوده حوالين استاد الفيتش تم غلقها تماما طبعا، فلازم نحترم رؤيه مدير الكره في هذه المرحله الحرجه اللي النادي الاهلي بيعيش فيها، الاصابات الاصابات كثيره جدا، التوالي المباريات حذر منه الدكتور خالد محمود وكل الناس في مصر بتحذر من توالي المباريات، والخاسر الاكبر مش هيكون اي نادي، الخاسر الاكبر هيكون منتخبنا القومي نظرا للاصابات المتتاليه في كل الفرق المصريه مش في النادي الاهلي فقط. خليني اقول لك كمان ورساله مهمه عن طريقك يا زميلي امير، ان الناس الفتره الاخيره بتتكلم ان الدوري خلاص حسم للنادي الاهلي، ان الدوري بقى سهل، ان الدوري بقى ضعيف، كل دوت بيقلل من عزيمه لاعبي النادي الاهلي المقصود منه، ولكن طبعا مدير الكره الكابتن سيد حذر من هذه المقوله اللي بتقال في الاعلام الفتره الاخيره وفي السوشيال ميديا الفتره الاخيره، قال لهم الدوري لسه بدري عليه جدا، ما نلتفتش لهذه التصريحات اللي القصد منها يعني همدان لاعبي فريق النادي الاهلي، لسه الدوري لم يحسم بعد، ما زالت الكره في ملعب الجميع، يجب على لاعبي النادي الاهلي الفتره المقبله التركيز
ومحاولة الفوز في كل اللقاءات المقبلة إن شاء الله. يمكن لقاء بكرة يحكمه طبعا تحكيمين اتحاد الكرة أعلى منذ قليل، هيكون أمين عمر حكما لمباراة بكرة. يمكن لسه بقى يعني ما اتضحش طبعا موقف شريف إكرامي، موقف استحات، موقف أجاييه من قائمة المباراة التي ستعلن بعد انتهاء المباراة. لسه هنستنى إعلان قائمة المباراة عشان نقدر نحكم على يعني نشوف الإصابات وضعها إيه الفترة الأخيرة، ولكن للأسف طبعا أجاييه عنده شد في العضلة الخلفية، يمكن الحمد لله اللي ما فيهاش مزق، ويمكن فضل الجهاز على طول في المباراة الأخيرة عدم استكمال المباراة عشان خاطر ما يتمداش للإصابة وتوصل للمزق. يمكن شريف إكرامي بيعاني من يمكن اجهاد في عضله السمانه بقاله يومين، والدكتور خالد قال لي المفروض يبقى راحه يومين، الراحه المفروض كان اخر راحه يمكن امبارح، النهارده هيبان برده باذن الله موقفه ايه. الشحات يمكن عنده اجهاد في عضله الضمه يمكن حس بيها في المباراه الاخيره فعانى منها، فالنهارده برده هنشوف الموقف النهائي ايه. يمكن سعد سمير بطمنك وبطمن كل مشاهدي قناة نادي الاهلي، كان معايا مكالمه ليه امبارح واول امبارح، حالته المعنويه مرتفعه جدا جدا جدا، وهو امبارح يمكن قال لي هيركب النهارده الساعه 10 الصبح طياره متجهه الى المانيا، وبالفعل هو اتجه الى المانيا بكره باذن الله على موعد مع اجراء جراحه الوتر اكيليس، ويمكن نتمنى له السلامه. ويمكن سال مين الجراح اللي هيعمل لك العمليه، سعد قال تواصلت مع طبعا حارس منتخب مصر جنش ان هو لسه كان اصيب هذه الاصابه من فترة بسيطة، وبنسمع كلام كبير على السوشيال ميديا 8 شهور و9 شهور، يا جماعة مفيش الكلام ده خالص، القصة كلها بإذن الله هيعمل العملية بكرة، هيقعد 10 أيام في ألمانيا بإذن الله ينزل مصر، وبعد شهر من إجراء العملية هيبدأ موضوع التأهيل. أهم حاجة في العملية طبعا موضوع التأهيل، طبعا لسه سعد ما حكمش هيتأهل في مصر، هيتأهل مع الدكتور الأسباني، لسه سعد ما حكمش كل هذه الأمور مع طبعا مدير الكرة كوف اللي خلص كل الإجراءات فأقل من 24 ساعة عشان سعد يقدر يلحق ويسافر ألمانيا ويعمل العملية بكرة. ولكن أنا من المتابعة ومن السؤال لكذا لاعب حصلت الإصابة يمكن وآخرها حارس مرمى منتخبنا المصري، يمكن بيستمر حوالي بعد إجراء العملية 4 شهور ونصف وبينزل التمرين وبيقعد حوالي شهر في التمرين، يعني القصة كلها بإذن الله آخرها 5 شهور ونصف ويكون جاهز للمباريات، مفيش 8 شهور، 6 شهور، 6 شهور بالكتير يعني اقصى حاجه، 5 ونص ويعني اقصى حاجه، يعني 6 دقايق يعني اقصى حاجه. فباذن الله باذن الله سعد باذن الله يكمل ويرجع، سعد دمه خفيف وامبارح بيهرج وخلاص راضي بقضاء الله ومش مشاكل خالص، حتى بعدها بقول له طب ليه ما رحتش البرتغال تعمل العمليه عند الدكتور اللي عملها عمل لاحمد فتحي، قال ده زمانه خلاص بطل الطب بدمه الخفيف وخلاص عمل مشروع استثماري، انت عارف سعد دمه خفيف جدا. فيا رب باذن الله رب يديه يعدي، ربنا يديه يعدي بيته ويشفيه طبعا، ان سعد سعد رجوله، سعد يستاهل ان يبقى يعني متواجد مع لاعبي النادي الاهلي وكل لاعبي النادي الاهلي متعاطف معاه، يمكن محمد صلاح ايضا كلمه كان حريص ان هو يكلمه، كله متعاطف معاه سعد سمير، فباذن الله قادم افضل. بطمنك زميلي امير في نهايه المكالمه ان القادم افضل للنادي الاهلي، خلاص كريم يوسف باذن الله بيقترب من المشاركه في التمرينات. ممكن امتى ممكن يشترك امتى كريم نيدفيد يا شريف؟ 3 4 ايام بكتير قوي هتلاقيه موجود. والله طب كويس جدا باذن الله، خلاص كريم في المرحله النهائيه خالص من الاعداد البدني عشان يقدر يجاري لاعبي النادي الاهلي. رمضان صبحي ما شاء الله العضله تستجيب للتمرينات اللي بيعملها في الجيم او التدليك او الجلسات اللي بيعملها علشان خاطر تعمل ريفرش للعضله، خلاص يعني القصه برده بتقترب اكتر واكتر، يمكن الدنيا الامور بتسير وفقا للبرنامج اللي حطه الدكتور خالد محمود بشكل طبيعي جدا، فباذن الله يكون القادم كله انتصارات للنادي الاهلي. الاصابات يعني الاصابات خارجه عن اي اراده اي حد، لاني فعلا انتحار كل 3 ايام مباراه، انتحار ما معنى الكلمه يعني. فبلناش اتحاد الكوره رفقا بلاعبي الانديه كلها علشان خاطر مش النادي الاهلي ولا عشان اي نادي في مصر، عشان خاطر منتخبنا المصري الاول والاولمبي، علشان خاطر يحصدوا كل البطولات الفتره هو الاهلي يا شريف، الاهلي حذر من كده يعني في فترات سابقه يعني، ومحدش سمع الكلام للاسف يعني. والله لو يسمعوا كلام النادي الاهلي هيرتاحوا، للاسف ما حدش يسمع. مش عشان هو النادي الاهلي على فكره، بس عشان الناس تفهمنا صح، مش عشان هو النادي الاهلي، عشان هو بيتكلم في الصح. الناس بتتكلم في تكافؤ فرص، بتتكلم في ضغط المباريات هيبقى كتير على كل الفرق، هيتاثر المنتخب الوطني، كلها تحذيرات يعني، الناس مش شايفه لقدام شويه، ممكن البعض ما يكونش بيبص لقدام قوي يعني. طبعا عادي النادي الاهلي على طول بينظر لقدام، بيبص لقدام
فتره كبيره مش بيبص تحت رجليه، فعشان كده الاهلي بيحذر، وعلشان كده بيطلع كلام النادي في الاهلي، الاهلي في الاخر هو كلامه اللي صح. يا رب باذن الله الفتره الجايه تكون كلها يعني استجابات وكلها رفقا بلاعبي الدوري المصري، عشان خاطر منتخباتنا القوميه تقدر تستفيد بهؤلاء اللاعبين الجيدين واللاعبين السوبر علشان منتخباتنا، وباذن الله القادم كله يكون انتصارات في النادي الاهلي، بدايه من مباراه المقاصه اللي هتكون بكره باذن الله في السابعه والنصف مساء. بمناسبه كهربا، عشان كان قدامنا على الشاشه دلوقتي شريف، كهربا ممكن يكون موجود في القائمه تحسبا لانتهاء الاجراءات الخاصه بقيده مبكرا قبل المباراه، ولا صعب ان يكون موجود في القائمه بكره؟ زميلي امير، خليني اقول لك يمكن يعني موقف قرب التحديد، يمكن القيد هيفتح صباحا، يمكن النادي الاهلي اللي نعلمه يعني بيحجز على السيستم هنا في مصر مكان لكهرباء في قائمته، بيبدا على السيستم الدولي بيطلب البطاقه الدوليه الكهرباء، يمكن الاتحاد البرتغالي ممكن يبعتها بكره، ممكن يبعتها بعد بكره، يبقى منتظر الرياكشن بتاع الاتحاد البرتغالي لو بعتها بكره، لو فايلر خده النهارده في قائمه المباراه وجات البطاقه الدوليه بكره الصبح ممكن بكهرباء يشارك. ولكن يعني توقعي الشخصي ومش رسمي ولسه ما نعرفش اي حاجه ولسه ما نعرفش القايمه ولسه ما نعرفش هو موجود في القايمه ولا مش موجود في القايمه، من الصعب وجود كهرباء في مباراه بكره، ولكن باذن الله في المباراه القادمه اللي هتكون مباراه مصر على ما اظن يوم 5 قبل السفر الى زيمبابوي، باذن الله يكون كهرباء متواجد مع لاعبي النادي الاهلي ويتالق مع لاعبي النادي الاهلي ويحصدوا جميع البطولات الفتره المقبله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي، ولا لنا اخبار كتير جدا في الحياه بتتعلق بالفريق النهارده وقبل مباراه الغد الهامه جدا امام فريق مصر المقاصه. وبالمناسبه البعض ممكن يكون بينظر شويه لنتائج فريق مصر المقاصه خلال الفتره اللي فاتت، وهي خالص مش مقياس، يعني مش مقياس اطلاقا للمباراه، يعني ان ده ممكن يدي افضليه للنادي الاهلي، لا طبعا فريق مصر المقاصه عنده عناصر مميزه جدا من اللاعبين اصحاب الخبرات، جهاز فني محترم بقياده الكابتن احمد حسام ميدو، وكمان المباريات دايما مع مصر المقاصه بتبقى صعبه، بتمتاز بالصعوبه الكبيره، وخطوه مهمه في مشوار النادي الاهلي المحلي باذن الله ينجح فيها، وثلاث نقاط تكون جديده بالنسبه للفريق في مشواره باذن الله تعالى. اخبار الاهلي في الصحف ايه نشوفها؟ يلا بينا. الاهرام، ساعات تفصل نجيري إليكي عن انضمام للقلعه الحمراء، الاهلي يصارع الوقت لجلب البطاقه الدوليه لكهرباء. الأخبار المسائي، اللمسات الأخيرة، الأهلي يقترب من حسم صفقة إليكي وكهربا جاهز لمواجهة المقاصة. الوفد، أزمة في قمة الشباب بسبب وقفة فخري على الكرة، الأهلي يستعجل بطاقة كهربا ومحاولات لقيده قبل لقاء المقاصة. مروان جاهز أجاي خارج الحسابات، سعد يخضع للجراحة بألمانيا. الأخبار، إعارة صلاح محسن مقابل لاعب سلة، الإرهاق يقلق الأهلي قبل مواجهة المقاصة. الأهرام المسائي، الأهلي الآن تحذيرات من المقاصة وجدل هجومي. الجمهورية، استعدادا للمقاصة، الأهلي يبحث عن بديل أجاي. المسهل، بناء على رأي لجنة التخطيط الأهلي بطولة أفريقيا شرط التجديد لفايلر، عودة أفشل تشكيل أمام مقصة متولي بديلا لأيمن أشرف. اليوم السابع، الأهلي ينتظر عرضا سعوديا لبيع أزارو في الشتاء، مخاطبة فايلر لتجديد عقده والفريق يدخل معسكرا اليوم. المصري اليوم، الأهلي يفاوض المحمدي ومدافع إنبي يعود للحسابات. ماشي يلا نبتدي بجريدة الأهرام، واللي قالت إيه النهاردة عن النادي الأهلي؟ قالت ساعات تفصل النيجيري إليكي عن الانضمام للقلعة الحمراء. يعني هو الأقرب يا جماعة طبقا لتصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ، أو يعني تأكيداته، إن الأهلي بيتفاوض مع إليكي، وواضح جدا إن ده الهدف الأساسي بالنسبة للنادي الأهلي، فبالتالي المفاوضات شغالة. نجحت ما لسه ما نجحتش، الأمور مشيت إزاي ده هنعرفه فور إعلان النادي الأهلي على الصفقة الجديدة التي قد لا تكون إليكي، ما نعرفش لسه، هنشوف.
الاهلي يسرع الوقت لجلب البطاقه الدوليه لكهرباء، وهتبقى في طبعا محاولات بكره من بدري كده اول ما السيستم يفتح يعني بتاع فتره الانتقالات الشتويه، ان انت تحاول تخلص موضوع كهرباء تجيب البطاقه بتاعته الدوليه عشان يكون معاك بشكل رسمي في المباراه امام المقصه. ده حسب يعني ما نشوف القائمه كمان النهارده هل هتحتوي على كهرباء، هيكون من ضمن اسماء الموجودين في القائمه كهرباء ولا لا، هيبان بعد التمرين. التمرين ابتدى الساعه 5 يعني قدامه لسه بتاع حوالي ساعه الا ربع عشان يخلص، فهنشوف يعني. طيب الاخبار المسائي واللمسات الاخيره، الاهلي يقترب من حسم صفقه إليكي، خلاص الكل يعني بيقول إليكي هو اللي جاي النادي الاهلي، احنا هنقول ايه؟ احنا هننتظر لغايه لما الصفقه تتم بشكل رسمي سواء إليكي او غيره، وهنعلن طبعا لحضراتكم يعني. لكن الاقرب إليكي. وكهربا جاهز لمواجهه المقصه، هو جاهز طبعا فنيا وبدنيا في انتظار انتهاء الاجراءات، لو انتهت الاجراءات اعتقد انه ممكن يكون موجود في قائمه مباراه الغد، يعني ممكن من النهارده كده يتم الاعلان عن قائمه يبقى فيها كهرباء لو يبقى موجود تحسما، لو البطاقه جت والموضوع خلص الاجراءات الخاصه بقيد اللاعب خلصت فهنشوف. الوفد بتتكلم النهارده بتقول ازمه في قمه الشباب بسبب وقفه فخري على الكره، يعني هي بصراحه ما كانتش ليها لازمه، لو مثلا احنا ناس بقى بتوع قصف في جبهات وكمان احنا بنطلع مع حضراتكم من خلال شركه قناه الاهلي فهنقول ايه المشكله؟ ليه عادي فخري يقف على الكوره وعادي والكلام من ده؟ هي المفروض ان هي عادي، لكن في نفس الوقت ما كانتش لها لازمه، يعني ليه العصبيه وتخلي يبقى في خناقات وشد وبتاع، وعارفين ان يعني الوقفه دي ممكن بتضايق شويه بتستفز المنافس شويه، فما كانش لها لازمه من فخري بصراحه. انا بحب اتكلم بصراحه يعني يا جماعه. ماشي، لكن الاهلي يستعجل بطاقه كهرباء، وده اللي بيحصل او هيحصل باول ما يتم فتح السيستم يعني. محاولات لقيده قبل لقاء المقصه، مروان جاهز خلاص بيتمرن طبعا بشكل طبيعي جدا، اجاي خارج الحسابات وده الاقرب بسبب اصابه الخلفيه، وسعد يقدر الجراحه في المانيا بكره باذن الله الجراحه، ووصل خلاص المانيا النهارده الصبح. الاخبار اعاره صلاح محسن مقابل لاعب سله، المعطيات كلها بتقول ان صلاح محسن هيخرج اعاره، دي حقيقه عشان نبقى بنتكلم مع حضراتكم بصراحه، لكن القرار النهائي اتاخد ممكن يكون اتاخد لكن التنفيذ لسه ما حصلش، لان ممكن يكون في مفاوضات معينه، ممكن يكون في لجوء في الاخر لبقاء صلاح محسن بسبب الاصابات اللي ممكن تكون بتواجهك. الكلام ده هيبان بشكل اكبر بدايه من بكره، بقى من بكره كده نبتدي ايه الكلام بالشكل الرسمي، هنلاقي النادي الاهلي بيعلن من خلال اجتماعاته اللي بتحصل في النادي القرارات النهائيه ايه، ممكن تكون في قرارات مبدئيه ممكن، لكن القرار النهائي لسه ممكن ما يكونش اتاخد، لكن هنشوف فيما يتعلق ب صلاح محسن. الارهاق يقلق الاهلي قبل مواجهه المقصه، وطبعا احنا عندنا ضغط مباريات كتير جدا، الاهلي بيمر بعدد كبير جدا من المباريات، وبصراحه مش الاهلي بس، هو في الزمالك نفس القصه وبيراميدز والمصري والاتحاد والاسماعيلي في البطوله العربيه كلهم، يعني هي خلاص هو امر واقع يعني في الحقيقه، لكن انت هتتعامل معاه ازاي؟ هتعرف تتعامل معاه باذن الله. واضح من تصريحات مستر فيلر بعد مباراه بلاتينيوم، تصريحات كانت مميزه جدا ان هو يقدر يتعامل مع الاصابات وضغط المباريات، واحنا واثقين جدا في مستر فيلر ولاعيبه النادي الاهلي بكل تاكيد، مفيش قلق ولا حاجه باذن الله. الاهرام برضو المسائي بتتكلم على القلق، بتقول ان الاهلي قلقان وتحذيرات من المقصه وجدل هجومي، هم كاتبينها جدول ممكن تكون غلطه مطبعيه ولا حاجه بتحصل يعني، لكن القلق قصدهم يعني من مباراه المقصه، لان فريق المقصه عندهم مقومات جيده من حيث الخبرات ومن حيث القدرات الفنيه في الثلث الامامي الهجومي بالنسبه للاعبين، عندك باول مفوافي، عندك صلاح امين، عندك بعض اللاعبين المميزين جدا في الحقيقه ودايما بينافسوا ودايما قدراتهم جيده، ودايما ماتشات الاهلي والمقصه بتبقى صعبه، فمن هنا يعني ممكن يكون جاي القلق. لا مفيش قلق ولا حاجه، الاهلي هو اي فريق بيقابله هو اللي بيبقى قلقان في الحقيقه، لان مقومات الاهلي وقدرات الاهلي هي الاكبر، تبقى ظروف المباراه هي اللي بتحكم مباراة أي فريق مع أي فريق آخر، الظروف هي اللي بتحكم أنت تقدر تكسب ما تكسبش، ظروف ممكن تعدي بيها عن ظهر المباراة، زي ما شفنا مثلا في ماتش بلاتين إصابتين في أول ربع ساعة، أجاييه وقبليه سعد سمير إصابتين الاثنين خرجوا تبديلين، فدي ظروف مباراة بتبقى، ممكن كان النتيجة تبقى أكبر من كده بكتير، كان ممكن الأهلي يتأثر بالإصابات دي ولا قدر الله كان يتعادل. فأنا أتمنى إن التوفيق يكون حليف النادي الأهلي بكرة بإذن الله تعالى. نروح للجمهورية، واستعدادا للمقصة الأهلي يبحث عن بديل أجهي، البديل أكيد ممكن يكون استقر عليه مستر فايلر من خلال التدريبات ومن خلال التدريب النهاردة بالتحديد، يعني عندك أكتر من لعيب يعني، يا رب بس الشحات يكون سليم موجود،
لو الامور بالنسبه له بعد الفحص الطبي جيده. عندك وليد سليمان ما شاء الله عليه، عندك قفشه موجود، عندك احمد الشيخ ماشي بشكل كويس جدا، عندك جيرالدو موجود على فكره، جيرالدو ما مشيش جيرالدو، لان الناس ممكن تكون بتقول خلاص جيرالدو بره، يعني ممكن تلاقي جيرالدو بيلعب بكره بسبب هذه الاصابات، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه مع حضراتكم دايما، ان ممكن يكون الظروف تحكم ببقاء لاعب معين وتحكم ايضا باستغناء عن لاعب اخر. فالظروف اللي بتحصل دلوقتي هي ظروف الاصابات، فانت دلوقتي عندك اجاي ورمضان صبحي في المكان ده مش موجودين، مين يعوضهم؟ عندك جيرالدو، عندك حسين الشحات، عندك وليد سليمان، عندك قفشه، قفشه هيلعب يعني رقم 10 او يلعب في نص الملعب، يبقى في خيارات اخرى في الجانب ده، في وينج سواء يمين او شمال، احنا بنتكلم عن مكان رمضان واجاي. عندك كهربا لو موجود في القائمه والاجراءات خلصت، ده هيبان بشكل اكبر بكره او بعد قليل لما يتم الاعلان عن القائمه. طيب المسا والكلام ده يعني بصراحه بدري شويه، بناء على راي لجنه التخطيط الاهلي بيقول او مصدر بيقول لهم يعني ان بطوله افريقيا شرط التجديد لفايلر. طيب تيجوا نتكلم بمنطقيه وبصراحه، نتكلم بمنطقيه وصراحه، هو مش ممكن، مش ممكن الاهلي يبقى ماشي كويس جدا في افريقيا وفي الدوري وانت مقتنع كاداره او كمسؤول عن الكوره او كلجنه التخطيط او كمشجع للنادي الاهلي بقدرات المدير الفني اللي معاك، شايف ان هو مدير فني كويس جدا، ممكن تكون شايف كده، وتيجي توصل لنهائي دوري ابطال افريقيا مثلا يعني، وعدم التوفيق تخسر البطوله، رغم ان شاء الله ان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي يعني في البطوله دي بقى، لان بصراحه كتير اوحشتنا. لكن هل ده معناه ان مدير فني ممكن يكون فشل؟ لا، بيبقى في معطيات اخرى، معطيات الاداء، النتائج، كل دي بتحكم. كمان في معطيات فنيه عند المتخصصين في النادي الاهلي، لجنه التخطيط برئاسه الكابتن محسن صالح، وطبعا المشرف على الكره كمان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، فهم اكيد ادرى وهيشوفوا وهيقيموا بخلاف بطوله دوري ابطال افريقيا. هل مستر فايلر هو ده اللي يقدر يعمل مشروع كبير للنادي الاهلي بيحتوي على عدد كبير من الالقاب المستقبليه بالنسبه للفريق؟ ده هيبان، حته ان الموضوع يبقى متعلق ببطوله الله اعلم، الناس في النادي الاهلي ممكن يكون بيفكروا كده او لا. هو طبعا الهدف الاساسي البطوله، والكلام مع مستر فايلر ساعه التعاقد معاه احنا عايزين بطوله دوري ابطال افريقيا، والراجل مقر بكده وعارف ان ده الهدف الاساسي، مفيش نقاش، لكن وارد، وارد ان يكون في عدم توفيق. عشان نكون بنتكلم في منطقيه، بمنطقيه يعني، لو في عدم توفيق هل ممكن استغني عن مدير فني زي مستر فايلر او واحد بامكانيات مستر فايلر؟ هم ادرى بقى، هم اللي يقدروا يحكموا في الموضوع ده. لكن احنا بنحب نتكلم مع حضراتكم يعني بصراحه. عوده قفشه التشكيل امام المقصه طبعا، لان هو كان غايب عن مباراه، مش غايب، كان موجود على دكه البدلاء في مباراه بلاتينيوم لاراحته يعني، متولي بديل لايمن اشرف الموقوف اكيد في مباراه بقشه. اليوم السابع والكلام على ان الاهلي ينتظر عرضا سعوديا لبيع ازارو في الشتاء. الاهلي مش منتظر اي عروض لازارو، الاهلي مش عارض ازارو للبيع خالص، لكن لو جه عرض هيتم مناقشته طبيعي، زي ازارو زي اي لعيب، زيه زي اي لعيب، لو جه عرض رسمي نناقش نشوف المصلحه ايه، الافضل ايه، سواء للنادي او للاعب، بيستمر ولا ما يستمرش. لكن الاهلي مش عارض ازارو للبيع، والاهلي مش منتظر وما بيدورش على عروض لازارو، عشان برضو الجزئيه دي تبقى واضحه عند حضراتكم. ازارو في خطط الجهاز الفني، مش موفق، مش موفق، لكن عنده قدرات، عنده قدرات، الثقه قليله شويه عنده، الثقه قليله شويه، هيستعيدها باذن الله هيستعيدها. صبرنا على فلافيو سنه جاب جون واحد، اكيد نصبر على ازارو، ممكن باذن الله، باذن الله ربنا رب يوفقه ويقدر ان هو يهدف خلال الفتره اللي جايه. بالمناسبه ازارو في شهر 12 طبقا لاحصائيه خاصه بالموقع الرسمي النادي الاهلي شفناها على السوشيال ميديا يعني. هو هداف النادي الاهلي في شهر 12 رغم عدد مشاركاته القليله، يعني جاب 4 اهداف في الشهر ده، ورغم الفرص الكتير اللي ممكن تكون بتضيع. فدايما في حسابات اخرى ومقاييس اخرى ممكن يكون بيبص عليها المدير الفني بحكم قربه للاعب وللتدريبات ومتابعته واشرافه على التدريبات يعني. لكن في كل الاحوال يعني عايزين ناكد لحضراتكم ان ازارو موجود في النادي الاهلي ومش منتظر اي عروض اخرى يعني. الموضوع برضه فايلر بيقول لك ايه؟ مخاطبه فايلر لتجديد عقده والفريق يدخل معسكرا اليوم. موضوع فايلر ده سابق الاوان يا جماعه، وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده الاهلي ما بيحاسبش بالقطعه سواء بالسلب او بالايجاب، بيقيم فتره كبيره، وبناء على هذا التقييم يقول لك ايه الراجل ده معانا او مش معانا. نروح للمصري اليوم، والاهلي يفاوض المحمدي، قصدهم على باهر المحمدي ومدافع انبي يعود للحسابات. نبتدي بالجزئيه دي، هل الاهلي بيفاوض باهر المحمدي؟ لا، الاهلي ما بيفاوضش باهر المحمدي، البعض بيحاول
يقحم اسم الاهلي في ازمه اللاعب مع نادي الاسماعيلي، واحنا متابعين الازمه من خلال يعني متابعتنا للاعلام والصحف. الراجل عنده مشكله ان هو الجماهير تقريبا شتمته، ف عايز يمشي، طلب ان هو يمشي من الاسماعيلي، وبعدين الاسماعيلي حاول تحقيقه وهو ما راحش. القصه الكبيره حضراتكم متابعينها، هل الاهلي ليه دخل فيها؟ الاهلي ملوش دعوه، الاهلي ماله؟ ليه دايما اي لاعب في الاسماعيلي عنده مشكله بيتم اقحام اسم النادي الاهلي، ان الاهلي بقى المتسبب ورا هذه المشكله؟ لا طبعا خالص. نتمنى الباهر محمدي كل التوفيق مع نادي الاسماعيلي، نادي كبير وعريق وعنده جماهيريه كبيره في الحقيقه، وناس كلها محترمه وزي الفل. لكن خلينا برضو نتكلم بمنطقيه، لو مثلا الاسماعيلي عرض باهر محمدي للبيع مثلا، هل الاهلي حرام يخش يفكر في التعاقد معاه؟ لا، لو هم الناس المسؤولين في النادي الاهلي او الجهاز الفني شايف ان اللاعب ده هيفيد هيخش يتفاوض لو الاسماعيلي عرض اللاعب للبيع. طيب بمنطقيه اكثر، النادي الاهلي عنده مكانين استبدال، جاب كهربا وناقص المهاجم اللي هيجي او اللاعب اللي هيجي، فمفيش مكان تاني. فدلوقتي على اقل تقدير في الفتره الحاليه مفيش اي تفكير في باهر محمدي خالص يعني. فالاخبار ساعات بتبقى مش منطقيه بصراحه يعني. مدافع انبي يعود للحسابات اللي هو اسامه جلال. اسامه جلال لاعب مميز جدا، ووارد ان هو يكون موجود في حسابات الاهلي، حتى لو مش دلوقتي يبقى مستقبليا، هنشوف برضو ده كله هيبان يعني. تصعيد مدافع فريق الشباب محمد المنعم، طبعا لعيب كويس جدا. اختبار طب الاجاييه، اجاي صعب انه يلعب المباراه بكره. الفرق يختتم تدريباته، ده اتكلمنا فيه. دي كانت بعض الاخبار الخاصه بالاهلي في الصحف، اخبار الاهلي في مواقع نشوفها سريعا. يلا بينا بابت الاهرام، الاهلي يطلب البطاقه الدوليه الكهرباء غدا. البابا سبورت، الكهرباء يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام المقص. يلا كورة، خوفا من الإجهاد، مصدر يلا كورة، الأهلي يدرس الدفع بالشباب في مباراة اعتزال التائب. طيب ما تنسوش سؤال حلقة النهاردة، إيه أبرز هدف للنادي الأهلي في 2019 وأهم مباراة للنادي الأهلي في 2019 من وجهة نظر حضراتكم؟ هنستعرض وجهة نظر حضراتكم من خلال تواصلكم معانا على صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وهعلق بشكل أكبر على تفاصيل أخبار الأهلي في المواقع وبعض الأخبار المحلية والعالمية بعد الفاصل، لأن هينضم لي الناقد الرياضي الكبير الأستاذ أحمد عبد الجواد والناقد الرياضي بجريدة الكرة والملاعب. هنستفيد في الحديث بعض الأمور الهامة وبالتحديد قبل مباراة الغد أمام مصر المقصة. استنونا. أستاذ أحمد عبد الجواد الناقد الرياضي بجريدة الكرة والملاعب ضيفنا العزيز في حلقة اليوم. يا أستاذ أحمد أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ أمير، وأهلا بضيوفك الكرام، كل سنة طيب. أنت طيب، كله تمام؟ الحمد لله تمام. إيه أهم هدف للأهلي في 2019 من وجهة نظرك؟ الأهلي أحرز أهداف كتير قوي مؤثرة في 2019 وكان في ماتشات فارقة في مشوار الأهلي، ولكن تقريبا الفترة الأخيرة في الدوري اللي فات هي كانت أهم فترة في النادي للنادي الأهلي اللي قدر بيها إنه يرجع تاني بعد ما كان متأخر في الترتيب. البعض اعتبر النادي الأهلي خارج المنافسة السنة اللي فاتت في الدوري، والبعض اعتبر إن في فرق تانية حسمت الدوري بالفعل، ولكن في مجموعة أهداف في آخر ماتشات بعد العودة من بطولة أفريقيا. تقريبا هي دي أهم فترة في تاريخ النادي الأهلي، يعني كانت درس قاسي للمنافسين ودرس مهم جدا للنادي الاهلي في المرحله اللي جايه، ان هو ما فيش حاجه سهله، ما فيش حاجه اتحسمت قبل ما تتحسم رسمي بالنقط في الدوري. لا، لازم تفضل شغال لحد اخر دقيقه. تقريبا دي اهم فتره في 2019 في النادي الاهلي، اللي هي ماتشاته اللي اتلعبت بعد نهايه بطوله الامم الافريقيه اللي قدر بيها يحسم الدوري. هي مش هدف واحد، هي مش ماتش واحد، هي مجموعه مباريات قدرت ان هي تدي لك درس للفتره اللي جايه. الفتره كلها كانت مؤثره طبعا، وكل انتصار كان مؤثر في مسيره النادي الاهلي. مش هو ما كانش مجرد انتصار، هو كان درس للنادي الاهلي ودرس للمنافسين. يا جماعه، اللعب في ماتشات الدوري لحد اخر لحظه، لحد ما تقدر تقول انا كسبت رسمي. انا مش مجرد ان انا اجيب جون واكسب ماتش. يعني البعض دلوقتي النغمه اللي سايده دلوقتي ان الاهلي حسم الدوري، مجرد انه لعب 8 ماتشات في 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 الموسم. لا، المساله مش كده خالص. كلام مش منطقي. لسه بدري قوي، لسه بدري قوي عشان تقدر تقول ان انا حسمت الدوري. لا، لسه بدري قوي، والدرس اللي خدناه السنه اللي فاتت الناس كلها خدته، المفروض تكون اتعلمت منه. صح،
ان الاهلي او اللي بينافس على اللقب يفضل يلعب لحد اخر ماتش بمنتهى القوه اللي بدا بيها اول الموسم. طيب اذا هي فعلا كانت مرحله مهمه جدا في مسيره النادي الاهلي في عام 2019، هي مرحله حسم بطوله الدوري الاخير اللي فاز بيه النادي الاهلي رغم المنافسه القويه جدا مع الزمالك وبيراميدز ورغم تاخر النادي الاهلي في البدايه زي ما قال كده الاستاذ احمد عبد الجواد. لكن احنا دلوقتي خلاص موجودين على 2020 والاهلي عنده تحديات مهمه، ابرز التحديات ايه من وجهه نظرك واهمها؟ هو الاهلي داخل على تحدي صعب شويه في بطوله افريقيا. فكره ان الثلاث فرق في المجموعه بنفس النقاط تقريبا كانت نفس المشكله من سنتين او في 2017 دوري ابطال افريقيا في 2017 لما فرقه زاناكو الزامبي جابت 11 بونت وما تاهلتش من دور المجموعات. كان الاهلي والوداد تقريبا الاهلي والوداد وزاناكو الزامبي والوداد كان 12 الاهلي 11 زاناكو الزامبي كان 11 تقريبا برضه والقطن الكاميروني كان متزايل المجموعه. فانت مستبعد القطن بس الاهلي والوداد وزاناكو الفرق كانت متقاربه في النقاط. الاهلي تعادل في النقاط مع زاناكو الزامبي ب 11 نقطه تقريبا. دوري ابطال افريقيا 2017 اللي احنا وصلنا فيه للنهائي مع الوداد تمام مظبوط. فتقريبا نفس الملابسات. بداية الاهلي كمان في دور المجموعات كانت صعبه قوي، ماتشين تعادلنا او خسرنا ماتش وتعادلنا ماتش. نفس البدايه انت خسرت ماتش النجم الساحلي بغض النظر عن الظروف والملابسات واللي حصل والحكم والكلام من ده كله، بس في الاخر النتيجه انت خسرت الماتش فخلينا نتعامل على ارض الواقع. انت خسرت الماتش دلوقتي المجموعه في منتهى الصعوبه، الاهلي عنده ماتشين بره، ماتش الهلال السوداني هيكون في غايه القوه والشراسه، الهلال احيا اماله بالفوز على النجم في ارضه وعنده النجم كمان في ملعبه وعنده الاهلي في ملعبه فهيبقى في منتهى الشراسه في اللعب ومش والفرصه سهله جدا قدامه يعني. وبلاتينيوم خارج ملعبه يعني بلاتينيوم فريق مش قوي. بلاتينيوم يعني انا مستبعد بلاتينيوم انت يعني عندك بتكلم على الهلال والمنافسه يعني بالظبط كمان يعني هو المساله بالنسبه للمجموعه في الاهلي والنجم والهلال التلاتة عندهم حظوظ متساوية للصعود وهي الفكرة في البطاقتين مين اللي هيخطف البطاقتين ده أصعب تحدي. في تحديات صعبة كتير طبعا الفترة اللي جاية بس ده أهمهم تحدي طبعا يعني حلم جمهور الأهلي التاسعة أهلي طبعا. احنا للأسف الشديد جمهور الأهلي خسر الحلم دوت أو ضاع منه الحلم دوت في مرتين على التوالي صح في النهائي قدام مرة قدام الوداد ومرة قدام الترجي وكانت يعني صدمة لكل جماهير النادي الأهلي. جماهير النادي الأهلي لا زالت بتنادي بالتاسعة برضه يا أهلي أكيد إن شاء الله والتأهل لكأس العالم للأندية والعودة مرة من جديد للنادي الأهلي. فتقريبا ده أبرز تحدي. في تحديات كتير طبعا برضه الفترة اللي جاية الحفاظ على اللقب الدوري والفوز باللقب ال 42 الكاس برضو انت عندك بطولة الكاس الاهلي بقاله كذا سنة ما كسبش اخر مرة في 2017 برضو كذا سنة ما كسبش الاهلي الكاس فاللقب ال 37 والاهلي مع 36 دوري فلقب كاس اللقب ال 37 لا كل دي تحديات وبطولات الاهلي جمهوره ما بيشبعش. طيب شايف الاهلي عنده المقاومات اللي تقدر تساعده ان هو ياخد البطولة بطولة دوري ابطال افريقيا باذن الله؟ هي المقاومات في الوقت الحالي طبعا متوفره، الاستقرار اداري الكابتن محمود الخطيب المشرف مع الكوره في استقرار، في توفير كافه الطلبات اللي الجهاز الفني بيعوزها من تدعيمات من امور اخرى يعني موضوع غلق التدريبات اللي بتحصل دي بناء على تعليمات الجهاز الفني وبتجاب له وبتلبى له على الرغم من الاعتراضات الاعلاميه اللي موجوده. يعني خليني اقول لك ان اغلب الاعلاميين مستائين جدا من القرار بس في الاخر قرار الجهاز الفني بيمشي فده في حد ذاته معناه ان الراجل متحكم في الامور والمدير الفني قادر ان هو يخلق حاله ايجابيه ناجحه في الفترة الأخيرة نتائجه والنتائج ماشية معاه بتساعده برضو. المدير الفني السويسري رغم ان ناس كتير قوي هجمته قبل ما يشتغل وقبل ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم مجرد التعاقد معاه قبل ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم السكاكين ابتدت تقطع فيه ومدرب صغير في السن 46 سنة تقريبا 46 الناس ابتدت تهاجم فيه وايه المدرب اللي انتوا جايبينه ده واسم مش معروف حتى ملوش خبرات في افريقيا بس لا الراجل قدر يعمل حالة ناجحة قدر يقدم كورة الكل بيشيب بيها دلوقتي على المستوى الفني ومستوى الأداء اللي النادي الأهلي بيقدمه
فنتمنى ان هو يستمر على الموضوع ده. بمناسبة موضوع خبرات افريقيا، لازم يكون المدرب اللي بيقود اي فريق في افريقيا يتمتع بخبرات في افريقيا، ولا الكلام ده مش منطقي دلوقتي في كرة القدم؟ بص، هي الخبرات مطلوبة كل شيء، ولكن الفكر الفني برضو قادر، فكر هو المدرب بالظبط انه يقدر يتكيف كويس، يتكيف طبعا يقدر. افريقيا ليها ظروفها وليها طقوسها وليها عاداتها وتقاليدها، في مواعيد السفر في مشاكل، في المسافات، في الملاعب، ملاعب سيئة جدا، ملاعب في منتهى السوء. احنا كنا بنتفرج على ماتش الزمالك والاخير قدام زيسكو، زيسكو ما كانتش ارضيه ملعب تقريبا، يعني هم كانت حاجه مشابهه لارضيه الملعب اللي احنا نعرفها. فده موجود في افريقيا كلها. الاهلي لما راح مالي من سنتين او من ثلاث سنين، وقامت كانت ثوره هناك وحصل انقلاب ده كان في 2013 على ما اتذكر، 12 او 13، اربع سنين او خمس سنين. فده في افريقيا. بص، افريقيا ليها حاله لازم المدرب يتكيف معاها، مش اي مدرب يقبل ده. قبل 2012 كان موضوع انقلاب بتاع مالي ده، كان ابو تريكه ومانويل جوزيه 2010 اعتقد. وفي ماتش كان، انا مش متذكر للاسف ماتش كان ايه، اللي وقف من نصه وتعاد تاني يوم، القطن الكاميروني، ده من القطن الكاميروني، ساعه المطر والاجواء، المطره مطرت بشكل مش طبيعي، الحكم وقف الماتش وتعاد الماتش تاني يوم. بالظبط، ده ما بيحصل. ابو تريكه جاب جون في الماتش ده كان جامد قوي، كان غطت الكره على دماغه. بالظبط بالظبط، واتلغى للاسف بسبب المطره، والماتش اتعاد تاني يوم. ده مش موجود في اي حته في الدنيا. يعني طبعا الاجواء في افريقيا مختلفه، لا امريكا اللاتينيه ولا امريكا الجنوبيه ولا اوروبا طبعا. اللي بتحصل فيها امطار اكتر من كده ما بيحصلش غير في افريقيا، لان البنيه التحتيه مجهزه لكده. مش اي مدرب يعرف يتكيف مع اللعبه في افريقيا. صح، يعني جه مدربين باسماء وخبرات كبيره قوي اشتغلت في النادي الاهلي ما قدرتش تتكيف. ده مش عجز فيها، ومش في النادي الاهلي بس، في انديه مصر كلها جه مدربين كبار. مارتينيولي لما جه يشتغل في النادي الاهلي، هو مارتينيولي اسمه قليل؟ لا طبعا، اسم كبير جدا في اوروبا طبعا طبعا. هل نقدر نقول انه فشل مع النادي الاهلي؟ ما قدرش يتكيف مع الحاله ومع التجربه. فهي بس مش، لا، تتطلب مجهود من المدرب نفسه. وانا شايف ان الفتره اللي جايه للشباب، فكره الاعتماد على المدربين الشباب اثبتت نجاحها فعلا في الدنيا كلها، في اوروبا. انت مدربين كتير قوي تحت ال 50 دلوقتي ومحققين نجاحات مش طبيعيه كبيره. طبعا طبعا، فدي برضو نقطه ايجابيه لفايلر، في صف فايلر، ان هو لا، مدرب شاب عنده طموحات، جعان، عايز يعمل اسم، عايز يعمل نجاحات طبعا لسه. اكيد اكيد، في حين ان انت جبت مدربين تاني اكبر سنا ما قدروش يتكيفوا. رايك كيف فايلر لحد دلوقتي؟ تقدر تقول عليه جيد جدا، مستوى جيد جدا، بيقدم مستوى جيد ولا محتاج وقت شويه عشان تقيم بشكل افضل؟ لا، انا كنت محتاج وقت لحد مباراه النجم اللي الاهلي خسرها هناك، ورغم الخساره قيمته بشكل ايجابي جدا. الاهلي كان مسيطر على الكوره، الاهلي كان مستحوذ، الاهلي كان اخطر، وناقص من عنده لعيب كمان، وكان مطرود منه لعيب بتلعب 10 بطرد مشكوك في صحته طبعا طبعا. تمام، ف انا كنت محتاج المباراه ديت عشان اقيم المدير الفني. وبعد المباراه قلت لا، المدرب ده ادى بشكل جيد جدا جيد جدا جدا. الاهلي قدم مباراه في منتهى القوه، الاهلي بيهاجم النجم الساحلي في ملعبه ووسط جمهوره لحد الدقيقه 90، الاهلي الاخطر. التوفيق ما حلفكش في بعض الكرات الخطره اللي كانت ممكن تساعدك ان انت على الاقل تعدل النتيجه وتخرج بواحد واحد. بس لا، المدرب قدم مباراه قويه جدا، عرف يتعامل مع فكره طرد لعيب في اول ربع ساعه ويوظف فرقته ويعدل فرقته. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه فكره تعامله مع الاصابات وتصريحاته كمان بخصوص الجانب ده. لا، هو في تصريحاته في منتهى الذكاء، مميز جدا. هو الراجل بيتعامل، هو تقريبا ما بيقولش تصريحات، صح، هادي جدا كده. هو ما بيقولش اي حاجه في المؤتمرات الصحفيه. يعني الاسئله اللي بتوجه للمدير الفني في المؤتمرات الصحفيه الراجل بيهرب منها على طريقه كابتن سيد عبد الحفيظ. يعني واضح ان كابتن سيد عبد الحفيظ باهت عليه بشكل كبير جدا. اللي هو انت بتساله على مين اللي جاي او انت عايز مين، لا لسه ده بنناقشه في الغرف المغلقه. طب ادائك وتقييمك للعيبه وادائهم في الماتش، لا ده انا بوجههم في الغرف.
هو ما بيجاوبش على اي حاجه في المؤتمرات الصحفيه. الراجل ماشي على طريقه كابتن سيد عبد الحفيظ، ما هو الزار عارف او نقل له السيستم بتاع التصريحات الصحفيه في مصر. ان هو ما تقولش حاجه واطلع اتكلم. بيطلع يتكلم بعد كل ماتش، بس تقريبا ما بيقولش اي حاجه تقدر تطلع منها بخبر مثلا او حاجه، انما بيوجه لعيبته. الراجل قادر وناجح بشكل كبير قوي ان هو يتعامل مع الاصابات الكتير قوي اللي حصلت في الفتره الاخيره. قدر يرجع لعيبه وقادر يعتمد على اللعيبه ويوظف لعيبه وانه يقعد لعيبه كبيره على الدكه، زي لعيب زي وليد سليمان بيتالق بشكل رائع في الفتره الاخيره، بينزل سواء بيسجل اساسي او كبديل ما شاء الله، بينزل يسجل وبيبقى قاعد على الدكه متقبل الفكره. على فكره دي شخصيه مدير فني، دي يعني شخصيه مدير فني. طبعا هو لو شايف ان المدير الفني شخصيته ضعيفه وهقدر اسيطر عليه او هقدر اعترض وهو بيخرجني او هقدر اعترض انه بيقعدني على الدكه، لا ما انا هعترض، ما اعترضش ليه يعني. انما لا، المدير الفني مسيطر، المدير الفني عارف يوظف اللعيبه، عارف ازاي ايه الوقت اللي ينزل فيه احمد الشيخ ويتالق فيه ويرجعه تاني لمستواه. في الوقت اللي الناس كلها كانت بتبتدي تقول لا احمد الشيخ ملوش دور مع النادي الاهلي، احمد الشيخ يطلع اعاره او حاجه في الفتره اللي جايه، قدر احمد الشيخ انه يرجع تاني بطريقه انا شايفها تحصل للمدرب مش لاحمد الشيخ كمان، يعني للمدرب. التعامل النفسي مع اللاعب عشان يرجع للمستوى بشكل جيد، تعامل نفسي، هيئه بدني، جهزه ودافع بيه في توقيت مناسب. فابتدى اللعيب رغم حساسيه التوقيت بالمناسبه، يعني بتنزله في ماتش، بتنزله في ماتش اسماعيلي بالظبط، ماتش صعب جدا، وماتش الاتحاد بتلعبه اساسي، وماتش الاتحاد بتلعبه، وماتش بلاتينيوم بيشارك. فاختيار التوقيت ده بيعود للمدير الفني. اللعيب بيبقى جاهز وبيغتنم الفرصه، عليه دور طبعا، بس في الاخر ده توقيت المدير الفني هو اللي اختاره فيحسب له. اكيد طبعا. طيب خليني اقول سريعا قائمه النادي الاهلي مباراه الغد امام فريق مصر المقصه اللي تم الاعلان عنها منذ لحظات. في حراسه المرمى محمد الشناوي، علي لطفي ومصطفى شوبير، اذن شريف اكرامي خارج المباراه بسبب الاصابه، خط الدفاع احمد فتحي، محمد هاني، محمود متولي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، وعلي معلول زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، خط الوسط اليو ديانج، عمرو سوليه، حسام عاشور، وليد سليمان، محمد مجدي قفشه، واحمد الشيخ، وجيرالدو داكوستا، خط الهجوم مروان محسن، وليد محسن. دي قائمه النادي الاهلي، نعيدها على حضراتكم مره ثانيه. محمد الشناوي حراسه المرمى، علي لطفي، مصطفى شوبير، خط الدفاع احمد فتحي ومحمد هاني، محمد عاشور ووليد سليمان ومحمد مجدي قفشه واحمد الشيخ وجيرالدو، خط الهجوم مروان محسن ووليد ازارو وصلاح محسن، بيعود لقائمه النادي الاهلي. وده اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه من شويه بخصوص بعض الاخبار اللي قالت صلاح محسن خلاص هيروح اعاره كمان. ده ادي الظروف ممكن تخليك تلجا للاعب غير، يعني مش بتكلم على اسم صلاح محسن بالتحديد، يعني كان مثلا زي جيرالدو برده موجود، ناس كانت بتتكلم ان جيرالدو بره. فهنشوف الامور ايه، رايك في القائمه؟ طبعا كده بيغيب ايمن اشرف للانذار الثالث، بيغيب كمان شريف اكرامي الاصابه، حسين الشحات واجاييه للاصابه عدم الجاهزيه، كهربا لعدم القيد حتى الان، لسه المفروض يتم فتح السيستم بكره تحاول تأيده، لكن ممكن الموضوع يبقى فيه صعوبه شويه عشان كده تم استبعاد كهربا. تعليق على القائمه ايه؟ هي قائمه اجباريه، انت عندك مين تاني بره وما ضمتوش؟ الاهلي فيه كميه اصابات لا يحسد عليها يعني طبعا في الفتره الاخيره، عندك لعيبه كتير قوي غايبه، لعيبه كتير قوي محتاجه تتجهز لسه، يعني انت عندك كريم نيدفيد المفروض انه بيجهز، عندك محمود متولي المفروض انه لسه بيجهز. اصابات يعني ربنا يشفي للمصابين كلهم، بس تقريبا فتره طويله في لعيبه كتير هتغيب فتره طويله، يعني انت عندك حمدي فتحي هيغيب فتره طويله، عندك سعد طبعا فتره طويله، عندك اجاي محتاج لسه فتره برضو مش هيرجع لك في دلوقتي، رمضان صبحي محتاج لسه وقت. قائمه اصابات يعني انا شايف ان الراجل مجبر، هو اللعيبه اللي لقاها قدامه تقريبا ضمها باستثناء كهربا اللي لسه نظرا لظروف الاجازات ممكن بره، ممكن لما نشوف بعد كده باين الموضوع بشكل اكبر بالظبط، ممكن ظروف الاجازات في الاتحاد البرتغالي هي اللي ممكن تعطل ارسال البطاقه يوم او يومين، بس في الاخر هينضم يعني كتير قوي على ماتش يوم 5 ضم اف سي مصر، وبعدين انت عندك طالع لماتش بلاتينيوم بره بالظبط. طيب من ضمن الاخبار برضو الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس الاداره هيكون رئيس لبعثه الاهلي في زيمبابوي ان شاء الله باذن الله لمواجهه فريق بلاتينيوم يوم 11 من الشهر 1 باذن الله اللي هيبتدي بكره باذن الله تعالى.
طيب بالتالي خلينا نتوقع شويه التشكيل لمباراه بكره، ونتكلم عن مباراه المقصه ومدى اهميتها من وجهه نظرك، وبالتالي نتوقع التشكيل كمان. هي مصر المقصه بيمر في الموسم ده بأسوأ مواسمه تقريبا، أسوأ بدايه لمصر المقصه من فتره طويله. بالظبط. كابتن ميدو ما قدرش، مش قادر لحد دلوقتي يعمل كيمياء تساعده ان هو يمشي العجله شويه. فبس ده في الاخر ما يخليش اللعيبه تستهتر بالمباراه. اكيد. يعني الاستهتار في الاخر نتيجته سلبيه. مهما كان المنافس ومهما كان حالته اللي بيمر بيها، ده مش داعي ان انت تستهتر بالمباراه او ان انت تقلل من 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 خصمك ومن المنافسه. فلا، مباراه صعبه. مباراه المقصه على مدار تاريخها مع النادي الاهلي بتشهد نديه وقوه، واللعيبه نفسها بتاع المقصه بتحاول تثبت وجودها وتثبت نفسها وتظهر بشكل ايجابي قدام النادي الاهلي في مباراه النادي الاهلي، وهتقاتل قدام النادي الاهلي. مباراة صعبة طبعا تاريخيا، يعني المواجهات دايما بتبقى قوية، المواجهات بين مصر المقصة والنادي الأهلي بتبقى مواجهات قوية. إنما هذا الموسم مصر المقصة في أضعف حالاته، أضعف حالاته، من أسوأ الفرق اللي بتقدم كورة في الدوري السنة. وفي نفس الوقت الأهلي بيمر بظروف إجهاد وضغط مباريات وإصابات. الأهلي في 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 الفترة اللي جاية في شهر يناير ده عنده كمية مباريات ورا بعضيها. طبعا. أنت عندك يوم 5 مباراة اف سي مصر، عندك بلاتينيوم 11، عندك يوم 13 احتمال تطلع مهرجان اعتزال طارق التايب، عندك يوم 15 طنطا. فانت بتتكلم ان في 4 مباريات في خلال 10 ايام تقريبا، ضغط مش طبيعي. في وقت ان انت عندك اصابات وعندك لعيبه لسه ما خدتش الفرصه وعايزه تتجهز، حتى اللي راجعه عايزه تتجهز، لا وضع صعب طبعا. وضع صعب. طيب التشكيل بقى؟ التشكيل طبعا محمد شناوي حراسه المرمى. عندك علي معلول باك شمال الاساسي طبعا. تمام. اعتقد في الدفاع ما فيش غير تولي وربيعه بقى، مجبر ونخاق يعني، ما قدموش حد تاني. وباك يمين هاني ولا فتحي؟ لا، هاني. نص الملعب اليو ديانج. تمام. وعمرو السوليه. هيلعب بقفشه. وعنده احمد الشيخ. عندك الشيخ مين بقى يعوض الشحات واجاي اعتقاد انه سليمان مثلا، اعتقاد انه ممكن يدي جيرالدو. يعني هو ممكن تبقى فتره او يعني مرحله تقييم. اللاعب في مرحله تقييم في الوقت الحالي، في ظل الكلام كتير عن التعاقد مع لعيب اجنبي جديد. فانت بالتالي ما فيش قدامك فرصه غير ان انت تضحي بواحد من الموجودين. بالظبط. فلازم تختبر لعيب انت ممكن الاقرب ان انت تضحي بيه، فلازم تختبره يعني. تدي له فرصه اخيره في الاختبار. اعتقد هيبقى جيرالدو. المهاجم ممكن يبدا بازارو. ممكن يبدا بازارو. وفي طبعا صلاح محسن ومروان محسن موجودين في القائمه. موجودين على الدكه طبعا. طيب خلينا ناخد بعض ردود افعال جمهور النادي الاهلي على الصفحات، وبتحديد فيسبوك، صفحة قناة الأهلي على الفيسبوك، وأهم هدف وأهم مباراة في عام 2019. محمد هاشم قال أهم هدف هو حصد الدوري، وعمر أي نادي هياخد أي حاجة من فم الأسد. ماشي. شريف حمدي يعني قال الشحات والنقاز ملهاش علاقة بالسؤال. عبده محمد قال هدف جيرالدو، ممكن يكون أصدر هدف جيرالدو في سموحة السنة اللي فاتت، كان هدف فعلا مهم جدا في اللحظات الأخيرة. محمود أحمد قال الثالث سجله اجاي. ماشي. محمود ميدو قال ماتش الاهلي والزمالك 3-2 وجون حسين الشحات والتشميسه لحمدي النجاز، دي من اهم اللعب يعني، او اهم هدف يعني من وجهه نظره. اسماء مجدي قالت هدف جيرالدو في سموحه، واصعب مباراه كانت مباراه الحرس. هدى محمد اهداف علي معلول حاسمه، وفعلا جاب اكتر من هدف حاسم في البطوله السنه اللي فاتت، سواء قدام الجيش قدام الاتحاد. انت بتتكلم على ظهير ايسر عصري بشكل فعلا. لعيب كبير جدا. يعني من اهم اللعيبه في الدوري المصري بشكل عام، مش في الاهلي بس. بالظبط بالظبط. برنسيس نجا هاشم قالت اهداف معلول برضو الحاسمه. ايضا احمد قال هدف حسين الشحات في مباراه الزمالك بعد تشميسه جميله للاعب الدولي حمدي النجاز. جهاد شعبان قال اهم مباراه السوبر المصري مع الزمالك، والهدف جيرالدو في سموحه برضه. البعض يعني مجمع على هدف جيرالدو بشكل كبير جدا. ماشي يعني بعض الاراء يعني. مباراه الحسم امام المقاولون دي كانت اهم مباراه، وهي كانت مباراه حسم الدوري طبعا. لحظه التتويج ببطوله الدوري ده ساجد الاهلاوي نفس الكلام. طيب يعني الكثير بيقول يعني هدف جيرالدو هو الاهم. الفترة اللي هي بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية ومباراة الحسم. فعلا صح. أنت كل هدف فيهم
بدرس اول هدف اهو هدف جيرالد بالظبط بالظبط كل هدف فيهم بدرس بمهمه صعبه ودرس قاسي درس قاسي للمنافسين بالظبط ودرس اللي يتعلم منه النادي الاهلي يفضل يتعلم منه لحد ما يحسم اللقب برضه السنه دي ان شاء الله باذن الله باذن الله. طيب عايز ارجع للمنافسه الافريقيه سريعا وفي ظل المجموعه الصعبه اللي احنا زي ما احنا اتكلمنا المجموعه خلاص اصعب مجموعه تقريبا في دوري ابطال افريقيا بالظبط تتوقع مين اللي يكون عنده الفرص الاكبر في التاهل اهلي نجم هلال من وجهه نظرك؟ يعني على المستوى الشخصي بنتمنى النادي الاهلي اكيد طبعا اكيد طبعا لكن احنا بنتكلم من الشكل الفني مثلا الاهلي والنجم الاهلي والنجم برضه رغم ان الافضليه لمباريات الهلال اللي تعتبر على ارض وكلام بالظبط الاهلي والنجم النجم عنده خبرات اكبر النجم عنده استقرار شويه عن الهلال كابتن حماده صدقي لسه ماسك الفرقه الفوز ممكن يعني يكون حمى بدايه يعني انا ما يكونش فيه اصل العمليه لسه محتاجه وقت ففكره ان انت تكسب اول ماتشين ممكن تكون حمى بدايه ولكن بعديها هنشوف الوضع هيبقى عامل ازاي تتوقع النجم ممكن يمسك يكسب الهلال في السودان كابتن حماده صدقي بصراحه عمل مباراه كبيره عمل مباراه كبيره جدا النجم وقع على ارضه وسط جمهوره وده شيء صعب لكن ممكن يكسب الهلال في السودان ممكن النجم عنده الامكانيات انه يعمل ده البطوله بشكل عام المنافسين الكبار فيها او ممكن اللي يكون ليهم دور كبير تقريبا شبه محسومه في الوقت الحالي يعني انت عندك المجموعه فيها الترجي والرجاء تمام الترجي والرجاء هم الاقرب عندك مجموعه فيها انا بتكلم عن نفسك ككل على البطوله اللي يوصل لنهائيات هذه البطوله يعني. صعبة البطوله بقت في غايه الصعوبه يعني انا بقول لك الترجي والرجاء من المجموعه الاخيره المجموعه اللي قبليها عندك سان داونز والوداد الاهلي والنجم الزمالك ومازيمبي فانت بتتكلم ان في 8 فرق هيطلعوا هيطحنوا بعض في الادوار اللي جايه في طحن مش طبيعي وبطوله قويه للغايه عايزه فريق يكون سوبر ستار لعيبه سوبر ستار اللي هياخد الدوري ابطال اوروبا افريقيا السنه دي لا عايز صبر عايز قوه عايز ان انت يبقى عندك رغبه داخليه قويه طبعا لحسمها. طبعا طبعا اللعيبه ما يعني فكره ان اللعيبه تقول لك انا لا انا انا انا, أنا داخل الماتش اللي جاي دوت هفوز او هكسب او الماتش ده على ارضي فانا ممكن اكسبه النجم وقع على ارضه من الهلال السوداني اللي الناس كلها كانت متوقعه ان الهلال هيروح يتغلب هناك في تونس لا لا المساله صعبه البطوله كلها صعبه بشكل عام السنه دي وبصراحة البطولة من ساعة ما ابتدت دور المجموعات وكده وتغير شكل البطولة الأفريقية بقت أسفرت عن منافسات أقوى وبالذات في الأدوار النهائية في فرق في منتهى القوة بتطلع وبتصعد فبقت المباراة أصعب بالظبط طيب خليني قبل ما أختم أعيد على جمهور النادي الأهلي قائمة الفريق زي ما حضرتك شايفين على الشاشة كده حراسة المرمى محمد الشناوي علي لطفي ومصطفى شوبير خط الدفاع أحمد فتحي محمد هاني محمود متولي رامي ربيعة ياسر إبراهيم علي معلول خط الوسط اليو ديانج عمرو السوليه حسام عاشور وليد سليمان محمد مجدي قفشه احمد الشيخ وجيرالدو خط الهجوم مروان محسن ووليد ازارو وصلاح محسن استاذ احمد نورتنا وشرفتنا وكنت سعيد جدا بتواجدك معنا انا اسعد ربنا يخليك كل سنه وانت طيب وامورك طيب وبخير ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا كان ضيفنا العزيز استاذ احمد عبد الجواد الناقد الرياضي بجريده الكره والملاعب وكلمنا في امور عديده جدا على الساحه الرياضيه المصريه بالتحديد فيما يخص النادي الاهلي ومباراته ومنافساته سواء على الصعيد المحلي او الافريقي دي كانت حلقتنا النهارده بكره حلقه جديده وكواليس ما قبل مباراه الاهلي ومقاصه باذن الله تعالى استنونا الى اللقاء